الحمد لله ثقة كاملة في اللاعبين اللي ان شاء الله غادي نمشيو باش نحافظوا على الامتياز اللي عندنا ان شاء الله باش نجيبوا التأهل ان شاء الله من جنوب افريقيا ونفرحوا الجماهير المغربية وجماهير الوداد خاصة ان شاء الله. غنظن ان المقابلة ديال الايام ما غتكونش مقابلة سهلة. حنا الهدف ديالنا هو ننتصروا وانتصرنا غادي نمشيو نلعبوا المقابلة ديال الاياب. غتكون مقابلة صعيبة على الفريقين، حنا غنمشيو تما نقلبوا باش نسجلوا هدف باش نحاولوا ان شاء الله باش تسهل المقابلة. فريق سان داونز ماشي فريق اللي سهل صراحة، فريق اللي تا هو ديما كينافس معنا في عصبات الأبطال، فريق اللي عنده لاعبين في المستوى، حنا ديما كنلعبوا معاهم تما كنسجلوا، غنحاولوا إن شاء الله باش نسجلوا هدف باش تسهل المقابلة. الفوز اللي حفزنا إن شاء الله في مباراة روتور، للأسف تسجل علينا هدف ديال الهدف اللي غيكون غيصعب علينا المباراة في مباراة روتور. فغنحاول معك ان شاء الله باش نمشيو تما باش نجيبوا التعاون وهذو الجماهير ديالنا ان شاء الله باش تعاونوا فينا ان شاء الله. جاوناكم شتي دي زوكازيون ما استعناش باش نماركيو اكثر، ولكن صافي هادشي هذا سي بون اوبلي. الحمد لله ربحنا بدوزان، ان لا ميتون الثانيه ان شاء الله في جنوب افريقيا خصنا ان شاء الله باش نجيبوا لا كاليفيكاسيون نفرحوا ان شاء الله الجمهور اللي كيشجعنا. اول الفرحه لا توصف، كما شتي كان مده الغياب ديالي ازيد من شهرين. الحمد لله كنشكر الطاقم الطبي اللي صار على اللاعب والطاقم التقني بالكوتش ديالنا سي فوزي اللي تاق فيا وعطاني الثقه، وان شاء الله ما خيبتش الامل ديالو ان شاء الله، وكنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالو في هذا الماتش ان شاء الله. وهي صراحه راه حنا عازمين وراغبين اننا نمشيو لجنوب افريقيا وندبزوا على الحظوظ ديالنا، وحنا ان شاء الله كنقول لهاد الجمهور اللي حضر بكثافه في هذه المباراه هذه، حنا ان شاء الله نتاهلوا لافينال ان شاء الله.